بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. باسم فخذ الساري والفدعان عامة وعنزة عامة، نوجه الشكر الجزيل إلى أصحاب المواقف المشرفة والنبيلة وأصحاب الأيادي البيضاء ومن لهم بصمة لم تمحوها الأيام والسنون في جل المواقف، الشيخ سعود ابن شحاذة ابن محمد المهيد على تبرعه السخي بمبلغ 1,000,000 ريال، والشيخ ذياب بن عايد بن خشان المهيد على تبرعه السخي بمبلغ 800,000 ريال، ونقول لكم شكرا. شكرا شيوخ المواقف المشرفة والنبيلة، شكرا لكم مدد بلا عدد. أبناء العمومة، أنتم من قامات الفدعان وعنزة، وأفعالكم تزكي ما نذكره ويذكره غيرنا. الأبيات: على يميني شبيه الطود، راعي مواقيف مشهودة، على يميني سليل الجود، يمن الكرم دوم ممدودة، على يميني خليل الجود، يمناي عن هم ونكودة، وقت اللزم دايما موجود، وبعض العرب تفقد وجودة، اللي فعايله زود بزود، مهي الربع ومحدودة، سعود المكارم سليل حيود، ما حسب المال أو زودة، وعلى يساري وعلى يساري يمين سعود عضده ويمناه وزنوده، وعلى يساري يمين سعود عضده ويمناه وزنوده، ذياب الفخر والفعل معهود، طيب المواقف هي شهوده، يا سعد من جالهم مضهود، يبشر بعزه وبسعوده، يفداهم قولوا امين، يفداهم الحاقد الحاسود، ويفداهم الخبث وجنوده، ويفداهم السافل الجاحود، ومن زاد ماله بلا فوده، عز القرابه ونعم عضود، يا سعد منهم هم عضوده، وباسم السيافه عيال العود، شكرا على افعال محمودة. اخوكم الفخور بكم ما دمتوا على قيد الحياة، محمد بن زيدان الهزاع ابو زيد، دمتم بعز وشموخ وتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.